رجعنا لكم في حلقة النهاردة. طبعا كنا في الحلقة اللي فاتت كنا بنتكلم عن المحرك، ازاي شغل المحرك عن طريق الكونتاكت. هنا هنتكلم عن الدائرة الكهربية للثلاجة العادية. عندي الريلي وعندي محرك الضغط والأوفرلود والثرموستات واللمبة والمفتاح، هنطبقه هنا. عندي ده محرك الضغط وعندي مجموعة الضغوط. هياخد عندي طرف طالع من الريلي وطرف طالع من الثرموستات. هياخد طرف من الريلي نوديه على الثرموستات. وطرف من الاوفرلود هنوديه على الكهرباء. وطرف من الثرموستات على الكهرباء. كده عندي اللمبة والمفتاح، هناخد طرف من اللمبة نوديه برضه على الكهرباء. طرف من المفتاح هنوديه برضه على الكهرباء. كده المحرك اشتغل. كده لو عايز اقفل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عايزين نشتغل النهاردة على دايرة كهربائية للثلاجة العادية بباب واحد. انا عندي الدايرة على السبورة اهي، عندي الضاغط والريلي التيار والاوفرلود والثرموستات ولمبة ومفتاح. فانا عندي هنا المكونات يعني موجودة. انا عندي الضاغط، فيه هنا الريلي والاوفرلود وده الثرموستات. هاخد طرف من الريلي على طرف من الثرموستات والطرف الثاني من الاوفرلود على طرف كهرباء. والطرف الثاني من الثرموستات على طرف كهرباء. وعندي هنا اللمبة والمفتاح، أو هياخدوا أول طرفين من الكهرباء على طول. طيب ادي المصباح اشتغل. هذه في الامبير ترى 1.3. احنا النهارده هنتعلم نعمل ازاي دائره كهربائيه للثلاجه العاديه. احنا النهارده ده رسم الكروتي بتاع الثلاجه العاديه. دلوقتي ده محرك الضغط وده ريلي وده الاوفرلود. محرك الضغط طالع منه طرف للاوفرلود، والاوفرلود طالع منه طرف رايح للثرموستات، الثرموستات طرف ارضي. فهنا نفس النظام، طرف كهرباء للريلي رايح للضغط، وهنا لمبه ومفتاح رايحين لطرف كهرباء. هنعمل الدائره دي عملي دلوقتي. دلوقتي احنا معانا ضغط طالع منه طرفين اهم، طرف من الاوفرلود وطرف من الريلي. طرف من الاوفرلود للثرموستات. وطرف من الريلي للكهرباء. وطرف الثرموستات التاني للكهرباء. لو جينا نوصل كهرباء دلوقتي، لو جينا نوصل كهرباء هنلاقي المحرك مش هيشتغل. المحرك تشتغل. دلوقتي عايزين ندخل لمبة ومفتاح للتلاجة. هنحط اللمبة والمفتاح فين؟ في طرفين الكهرباء. ادي طرف الكهرباء، نركب اللمبة وادي طرف المفتاح. لو جينا نشغل دلوقتي هنلاقي اللمبة قادت والمحرك تشتغل. لو دلوقتي عايزين نقيس الامبير هنظبط الاول على بنسة الامبير على الامبير، بنسة الامبير على الامبير، ونقيس هيطلع لنا 1.1.
عندنا النهارده نوصل دايرة كهربائية عبارة عن ضاغط وريلي طيار واوفرلود وثرموستات ولمبة ومفتاح. وهنا ده الضاغط وده الريلي وده الاوفرلود وده الثرموستات وده اللمبة وده المفتاح. الريلي طالع منه طرف والاوفرلود طالع منه طرف. هناخد واحد من الطرفين دول للثرموستات والطرف التاني من الثرموستات هنديله كهرباء. الطرف الثاني هنديله برضو كهرباء. نستنى كده المفتاح واللمبة هنديهم تيار كهرباء على طول. كده اشتغل المحرك. ضبطنا هنا البنسة الامبير على قراءة الامبير. القراءة هنا 1.3. الضغط في مجموعة الريلي والاوفرلود طرف من الريلي وطرف من الاوفرلود. معناه لو وصلناه بطرفين تيار كهربي الضغط هيشتغل. هنوصل طرف من الريلي مع طرف من الثرموستات والطرف الثاني من الثرموستات مع طرف تيار كهربي. الطرف الاوفرلود مع طرف تيار كهربي. معنا طرفين المفتاح واللمب هناخدهم معاهم طرفين تيار كهرباء. هنحط الضغط اشتغل. هنظبط قراءة هنجيب بنسة الامبير نظبطها على قراءة الامبير. واحد وخمسة من عشر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنتكلم النهاردة عن الدائرة الكهربائية الثلاجة العادية باب واحد. متكونة من أوفرلود وثرموستات ومحرك وريلي. هنوصل سلك من الريلي مع الثرموستات. بجيب طرف من الثرموستات بالكهرباء. اجيب الطرف من الاوفرلود مع الكهرباء. كده المحرك هحط الفيشه. كده المحرك هيشتغل. عايز اوصل بالمحرك اللمبه والمفتاح. نوصلهم ازاي؟ هنوصلهم على طول بالكهرباء. كده المحرك اشتغل واللمبة اشتغل. عايز اقيس بنسة الامبير. طلعت 1.2 امبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنشرح ايه الدائرة الكهربائية. دي الدائرة الكهربائية بتاعت الثلاجة العادية باب واحد. معانا مركبة من الريلي والضغط والفرلود والثرموستات واللمبة والمفتاح. دي النظرية بتاعتها. هنجرب نعملها ايه عملي. معانا دوت الضغط والثرموستات ولمبة ومفتاح. هنركب الضغط بالثرموستات الاول نجربه.
معانا الضغط الاوفرلود الريلاي هنوصله بطرف ثرموستات وطرف الاوفرلود مع طرف تيار كهربي. وطرف من الثرموستات على التيار الكهربي. عايزين نجرب الضغط هيشتغل كده ولا لا. كده معانا ايه الضغط اشتغل. عايزين نجربه بقى ايه على اللمبة والمفتاح. هنوصل من اللمبة بسلك طيار ومن المفتاح على سلك تيار برضه ونجربها كده. كده اكتملت ايه الدائره الكهربائيه. كده اشتغل. كده فصلنا. هنشغلها التاني ونسعى على ايه بنسة لمبي واحد واتنين من عشر امبي. النهاردة هنشرح الدائرة الكهربائية للثلاجة العادية باب واحد، وتتكون من الريلاي والمحرك والأوفرلود والثرموستات واللمبة والمفتاح. هنشرحها عملي. ده الضغط طالع منه طرف من الأوفرلود وطالع منه طرف من الريلاي. هناخد طرف من الأوفرلود مع طرف من الثرموستات وطرف من الثرموستات مع طرف من التيار، وهناخد طرف من الريلاي مع طرف من التيار. كده الضغط هيشتغل. كده الضغط اشتغل. عايزين نوصل لللمبة والمفتاح. هناخد طرف من المفتاح ونحطه مع التيار الكهربي وطرف من اللمبة نحطها مع التيار برضه، وكده اللمبة هتشتغل. كده اللمبة اشتغل. هنقيس بقى بالبنسة. طلعت واحد وواحد من عشرة أمبير. بيئة للثلاجة العادية هتكون من الريلي ومحرك الضغط والأوفرلود والثرموستات واللمبة والمفتاح. وهنا محرك الضغط معانا طرف من الريلي وطرف من الأوفرلود. هنوصل طرف من الريلي مع الثرموستات، طرف من الثرموستات مع التيار، وهناخد طرف من الأوفرلود مع التيار. محرك اشتغل. هنا معانا لمبة ومفتاح. هنعمل هنا اللمبة مع التيار مع الثرموستات وطرف من المفتاح مع التيار الكهربائي. كده اللمبة اشتغلت. هنا عايزين نشتغل ببنسة الأمبير. واحد وواحد من واحد وواحد من عشرة أمبير. ثلاجة عادية الباب واحد معانا تتكون من الريلي وبرلوت والثرموستات ومعانا لندن ومفتاح. دلوقتي هننفذها عملي. معانا محرك ما طلع منه سلكين ريلي واوفرلود. هناخد سلك من الريلي للثرموستات ومن الثرموستات للكهرباء. والطرف الثاني من المحرك هناخده للتيار. عشان نوصل في اللمبة والمفتاح هناخد طرف من اللمبة هنوصل للتيار الكهرباء.
الطرف الثاني هناخد التيار الكهربي. كده هنشغل المحرك. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هنقسم بنسة الامبير. طلعت معانا 1.1 من 10.